بالنسبة إلى طفولتي، طبعا أنا ولدت، أنا من المنامة، ولدت في المنامة. ويعني السنوات الأولى من حياتي طبعا كانت في المنامة، وبعدين طلعنا خارج المنامة مع العائلة. الطفولة سعيدة، أعتقد كانت وفرت فيها كل الأشياء اللي ممكن يتمناها أي طفل في حياته. الوالد الله يرحمه، مع الوالدة كانوا يعني جدا جدا مهتمين برعايتنا وتربيتنا، يعني مهتمين بجوانب عديدة، من ناحية العلمية، الأخلاقية، العائلية. كانوا فعلا مشجعين وأكبر سند إلينا يعني من طفولتنا. موسوعة علمية رائعة، ما أعتقد ممكن تسأله أي سؤال وما يعرف جوابه ويقول لك شو اللي صار بالتاريخ، بالأشياء العلمية. يقرأ في كل شيء، ما شاء الله، موسوعة علمية. فلما يكون عندك والد بهالحجم من العلم، تحاول أن تكون ولو جزء بسيط، جزء بسيط. كان فعلا فعلا محب للعلم، محب للعلم، يقرأ باستمرار. يعني في يومه، في نفس يومه، ساعات يعني يمكن ياخذ قراءة، يعني الجرائد، كتب، أي شيء، أي شيء. كان يحب العلم، يحب العلم، يحب المعلومات. فإحنا حتى كنا يعني يمكن نتنافس، نقعد ونسأله أسئلة نشوف هل يعرف. ما أعتقد في سؤال ممكن نسأله ما يكون يعرف ليه، يعني تاريخيا، جغرافيا، علميا، أي شيء ممكن تسأله بيعرفه. فكان جدا جدا محب للعلم، وهذا اللي عطانا هذه النبتة، أنه فعلا العلم جدا مهم، وفعلا يبني، يبني الأشخاص، يبني دول. فهذا جدا مهم، وهذا أعتقد يمكن اللي عطى بذرة حب العلم عندي، أعتقد من الوالد الله يرحمه. أنت رقم كم في أنا الثالثة، الثالثة. إحنا خمسة، إحنا ولدين وثلاث بنات، أنا الثالث في الترتيب. والحمد لله، يعني الـ مثل ما قلت، طفولة. طبعا أنا درست بعد لأن في المنام، فمدارس المنام يمكن معروفة. بديت الابتدائية في مدرسة فاطمة الزهراء، وبعدين كانت مدرسة عائشة الإعدادية، وبعدين مدرسة المنام الثانوية اللي تخرجت منها. وطبعا من أجمل، من أجمل الأيام، من أجمل الأيام. يعني طبعا كثير منهم، يعني بتستغرب طبعا يمكن، إن في صديقات وأكثر من أخوات نقدر نقول كانوا معي من الابتدائي وإلى الإعدادي نفس المدرسة، إلى الثانوي، إلى كلية الطب في جامعة الخليج العربي، إلى الآن زملاء وطبيبات. ففي هذا من الناس مثل ما نقول هذين صديقات وأخوات مشوار عمر، مشوار عمر. فلما تعرف ناس لمدة هذه الفترة شيء جميل جدا. فالحمد لله كان عندنا عدد من الصديقات كبير. طبعا يتغير متغير المرحلة، بس في عدد ما شاء الله استمرينا كل هالسنوات في كل مكان، في كل مرحلة موجودين. طبعا الدراسة، الدراسة يعني بطبيعة الحال يمكن الناس تعرف، تعرفني يعني من محبة للعلم. فكنت عادة يعني إنه يكون هذا أشياء، أهم شيء في حياتي، أهم شيء في الدراسة هي كانت من المرحلة الابتدائية، من المرحلة يعني عادة الأولى، على المرحلة الأولى. الأولى يعني في المرحلة الإعدادية كنت من الأوائل على البحرين، الثانية على البحرين، الثالثة كانت فترة بين يعني فصل وفصل. في تخرج من الثانوية العامة، الثانية على البحرين، على مستوى البحرين. وطبعا من هجة اللي هو يمكن السؤال ناس كلها، هل كنتي تبغين تكونين طبيبة؟ أعتقد ما كنت، يعني ما كان في مخيلتي شيء ثاني غير أن أكون طبيبة. يعني من يوم أنا صغيرة طبيبة، وأتمنى أن أكون طبيبة، وطبيبة ناجحة. ما في أحد في المحيط العائلي أنه كان يمكن طبيب، بس أنه لما تفكر كطفل ومجتهد والخيارات الموجودة، يمكن الخيارات الحين اللي يختارها الأطفال في مجال العمل وسوق العمل تختلف. يعني إذا نرجع إلى إحنا لما كنا أطفال، كانوا يقولك يا يمكن تكون مهندس أو طبيب أو مدرس، فكانت الأشياء يمكن أبسط، أبسط. فمن الاختيارات الموجودة ما شفت نفسي أنا ممكن أكون مهندسة، طبيبة، بكمية العلم اللي ممكن يحتاجها الطب، بكمية التعب اللي بيحتاجها الطب. فكان مخيلتي لا أصير طبيبة، ويمكن فترة كنت أفكر ممكن أكون حتى جراحة، بس بعدين هذه فكرة الجراحة ما تناسبني كانت كشخصيتي، خصوصا لما بعدين دخلت الطب جامعة، يعني جامعة الخليج العربي، عرفت لا أنا أكثر من يعني أحب التفكير، أحب التفكير، أحب تحليل الأشياء أكثر من تكون الجراحين عادة هم خبرتهم والمهارة في الشغل، في العمل، في الإيد، في عملهم الخاص. أنا أكثر في أحلل، أحب أقرأ، أحب أعرف الأسباب، ربط الأشياء بعضها، أعطاء نتائج، أعطاء تصورات.
طريقة تفكير. يمكن هذا اللي قاداني إلى مو بس كطبيبة إلى تخصص الأمراض الباطنية والأمراض المعدية بصفة خاصة. يعني الأمراض المعدية لها يعني حب وشغف أنا عندي كبير جدا لأنها تناسب شخصيتي، تناسب شخصيتي. لا طبعا الوالدة الله يحفظها تاج الرأس طبعا في كل شيء، دعم كبير لأي شيء، لأي شيء يعني ممكن إحنا نحبه أو نبغى نسويه أو نحلم به، كانت فعلا داعمة لي، كانت داعمة لي، مو بس داعمة، كانت توفر كل الأجواء اللازمة بطريقة خيالية. ممكن تتوقع بطريقة خيالية إن إذا عندك دراسة أو عندك مثلا مشروع لازم توفر كل ما تحتاجه وبهدوء، يعني توفر الأشياء، توفر الجو اللازم، توفر الدعم النفسي كامل كامل. فكانت يعني أكبر يعني داعمة، وبطريقة ما شاء الله أنا أقدر أقول إن هي مميزة جدا، مميزة جدا ما شاء الله عليها. هي عندها بعد ذكاء اجتماعي، ذكاء أنا أحس بالفطرة جاي إن ممكن توفر هذه الأجواء لنا. مع تجارة اللؤلؤ كان طبعا الوالد الله يرحمه في تجارة الذهب، وفتحوا له المجوهرات مع الأعمام، وكانوا في التجارة أغلب يعني أعمالهم في التجارة، يعني ما كانت أي شيء. طبعا بعد جو الأولاد طفولة من الابتدائي والإعدادي، حبي للعلم أعتقد كان جدا جدا واضح للكل، يعني كم مدرساتي بعد كانوا ملاحظين، العائلة ملاحظين، كان فعلا حب للعلم وحب أن الإنتاج الإنجاز. أستاذة صباح كانت يانا في الإعدادية وبعد الثانوية، مدرسة اللغة العربية أسماء أبو دريس، في عدد كبير والله عدد كبير رائعين يعني كان عندهم، ويعني فعلا حببونا في العلم، حببونا في الدراسة. وهذا اللي نقوله حتى في مجال التعليم، احنا ممكن نشوف أولادنا ولا شيء لما يحبوا المادة يكون تأثير المدرس أو المدرسة يخليه يحبها، هو اللي يخليه يحبه، هو اللي يشجعه، هو اللي يخلق فيه. يعني ممكن انت عندك حب لشيء بسيط، مادة بسيطة، يجي ممكن مدرسة ومدرسة يعني ياخذون هذه البذرة وينمونها، ويمكن بطريقة المدرسة ومدرسة ما يخليه ما يحبها. فهذا جدا مهم لما يكون عندك هذا المدرسات، يعني كانوا فعلا رائعات، اكثر من رائعات، ما بقول كلهم بس الأغلبية العظمى. يعني ما فينا اتذكر مدرسة ما ساعدت، ما حبت، ما شجعت، ما أعطوا أكثر مما يقدرون، كانوا فعلا يحيطوننا في كل شيء، يساعدوننا في كل شيء، يشجعوننا إذا تقدر تسوي شيء خلونك تسوي 10، تقدر. وكانوا يخلقون حتى روح التعاون في الصف. الثانية في ثانوي، مرحلة الثانوية العامة على البحرين كلها. على البحرين كلها. يعني يمكن طبعا كان ليها فرحة كبيرة في البيت، وليها كبيرة جدا جدا. يمكن أتذكر يعني لما طلعت النتيجة الفرحة، الوالدة الله يرحمها، الوالدة، أخواني، خواتي، كانت رائعة رائعة. عملوا لك احتفال سعيد. رائعة رائعة، يعني إلى حين أتذكر، أنت ذكرتني بالموقف. لا رائعة رائعة فعلا، يعني ويمكن هذا بعد اللي دفع. لا يعني شوف، لما واحد متخرج، وأنا كان عندي لما تروح للبعثات تطلع النتائج للبعثات، فأنا بأن الثانية على البحرين كنت ممكن أختار أي شيء بحصل للثانية على البحرين، بس كان على طول الطب، يعني ما في أي جامعة الخليج العربي، سبحان الله. في الأشياء كانت واضحة، كان في حتى بعث الطب خارج البحرين، لا بغيتها تكون هنا في جامعة الخليج العربي. فهذا بعد يؤثر، لأن لما تدرس الطب في 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 دولتك، وتشوف الأمراض الانتشارا في بلدك، وتعرف هذه الأشياء، يعطيك تصور. هذا يساعد إن حتى بعدين، حتى في المراحل بعدين حياتي، لما دخلت واشتغلت في السلمانية ورأست لجان، أنا يعني بنت المكان، يعني أنا درست في المكان من هنا، فأنا أعرف، يعني أعرف الأمراض، أعرف الدائرة نفسها، فتعرف الأمراض، تعرف الأشياء الأكثر شيوعا، تعرف يعني تدريبك حتى كطالبة طب كان على المرضى في مجمع السلمانية، مع اللي درسونا أطباء اللي كانوا موجودين في السلمانية وبعضهم موجودين إلى الآن. فهذا يخلق ويعلم أكثر، ويخلق لك مثل ما نقول اللي هي النتورك، الشبكة.
يعني دفعتنا، خلينا نقول دفعتنا، ما بقول دفعه لان احنا كنا جامعات الخليج العربي، يعني ممكن رفيقه السنوات، بس يعني. احنا تعرف لان جامعه الخليج العربي كليه الطب العدد كان بسيط، يعني كل دفعه 40 50 شخص، وكان في من دول الخليج، حتى عندنا زملاء لحين زميلات احنا على تواصل معاهم من دفعتنا من دول الخليج، وما شاء الله كلهم وصلوا. طبعا من دفعتنا اللي يمكن موجودين وتعرفوا يمكن يعني موجودين لحين ويعرفونهم الناس، يعني دكتورة فرزان السيد، دكتورة فايزة حيدر جراحة، دكتورة هنادي بوعلي حين في أمريكا، دكتورة عبير الكبيسي، دكتور عبير مهنا حين راحت الكويت، ما أبغي أنسى دكتور عادل الصياد، الدكتور محمد شاكر عمران عيون، والله ما أبغي أنسى أحد، ما لا لأن لحين أعرفهم لحين نتعامل معهم. في الشيء توصل لمرحلة تشوف العلم ما تشوف الأشياء الثانية، يعني إحنا العلم، لأن يعني مهنة الطب في النهاية مهنة إنسانية راقية بكل المعاني، لأن أنت تصير قريب جدا للمريض، تبغى تفهمه، تبغى تساعده، عندك أسراره، هذا يخليك توصل لمرحلة أن تكون فعلا تخلي العلم وشلون أفيد هذا المريض واللي تعلمته كله أعطيه، هذا أهم شيء. الأشياء الثانية ما تعني، الأشياء الثانية ننساها، ننسى. أنا يعني أعتقد أن الطبيب يوصل لمرحلة مو أنا اللي أحبه أو اللي أنا أفضله أو اللي أنا أشوفه صح أو أنا أشوفه غلط، بس هذا يكون أنا، بس أنت كطبيب تشوف شو لمصلحة المريض اللي قبالك، شو الأفضل إليه، ما مو يعني تنسى نفسك في هذا الموضوع وتشوف بس المريض، المريض متى يحتاجك موجود، يبغى سؤال إجابة موجود. ومن شدي إحنا طبعا في مهنة الطب نتعود على ان نكون موجودين ومتواجدين، يعني اي تليفون اي اتصال لازم نرد، لازم نجاوب، لازم، لان كل شيء ممكن ترد ممكن يخدم الانسان، ممكن بالنسبه لك انت سؤال بسيط بس بالنسبه لهذا الشخص مهم، بياخذ عليه قرار عمليه، بيسافر، بيتزوج، فهذه الاشياء مهمه، فانت تساعد باللي تقدر عليه حتى لو كان شيء بسيط، في النهايه ممكن يخدم الانسان. طبعا بعد التخرج من كليه الطب عادة ينضم الأطباء إلى التدريب اللي هو الانترشيب في مجمع السلمانية الطبي، وفعلا انضميت وخلصت، بس كان هدفي فعلا أني أوصل وأحصل على الشهادة على أساس أرجع وأخدم بأسرع وقت، فقدمت على الشهادات اللي هي تؤهلني للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا كنت طالبة في الجامعة، يعني ما انتظرت التخرج، فخلصت هذه الشهادات، وبعدها على طول قدمت الانضمام إلى التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا هو التنافس، درجة التنافس جدا كبيرة، يعني في ناس يقدمون يحصل يمكن ما يحصل، تاخذ وقتها، بس الحمد لله بعد سنة من التخرج بعد الانترنشيب ذهبت أنا مع زوجي بعد طبيب، فذهبنا الولايات المتحدة الأمريكية. هنا هذه نقطة جدا مهمة، يعني هذه النقطة لأن أنا تخصص في أكثر من شيء، وهذا بعد يعطي، لما قلنا ان العلم يبني، انت كل ما تفتح باب وتتعلم شيء جديد هذا يثري شخصيتك، يعطيك امكانيات اكثر، ممكن تقدم خدمات اكبر. فانا رحت ودرست، طبعا درست اللي هو الطب الباطني، اوكي، خلصت من الطب الباطني، خلصته واخذت اللي هو شهاده الامريكي، البورد الامريكي في شهاده الطب الباطني، بعدين درست، يمكن ناس يمكن كثير ما يعرفون، أخذت البورد الأمريكي وتخصص كبار السن ورعاية المسنين، أخذتها سنة في تيمبل يونيفرسيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها أخذت له التدريب في مجال الأمراض المعدية في ييل يونيفرسيتي، وأخذت الأمريكي البورد الأمريكي في الأمراض المعدية، ومنه كان تدريب في اللي هو علاج نقص المناعة المكتسبة للإيدز، وأخذت بعدها شهادات بورد أمريكي في مكافحة العدوى، وبعدها أخذت شهادة البورد الأمريكي في جودة الخدمات الطبية. ده كم سنة الموضوع؟ سبع سنوات تقريبا. سبع سنوات ثانية. مهم إن تقول ثانية. فهذا طريق الطب، الحمد لله هذا كله أنجزته. طبعا أنت لما تكون وفي ناس وايد تطلع ما شاء الله يعني تدرس برا، إحنا نقول هو شيء جميل جدا إنك تطلع إلى دولة ثانية، شوف خبرات ثانية، بعد هذا يوسع مدارك. وسع المدارك وشوف شو. طبعا
رجعت إلى مملكة البحرين طبعاً. طبعاً تشوف لما واحد تكون ويعني حتى في دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على عدد من الجوائز كبحوث علمية كأفضل طبيب فهذا يعني حبي للعلم والإنتاج وهذا استمر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها تجيك العروض. يعني في ناس تحب عقب ما تخرج تضل في الدولة نفسها لا بس أنا ما كان عندي خيار بين البحرين وبين أي دولة ما في خيار البحرين. يعني إذا أنت تبى تشتغل تبى تنتج يعني في النهاية ترجع لبلدك تخدم تخدم يعني هم يعني هو ممكن أي أحد يشتغل في أي مكان طبعا هذه اختيارات للأشخاص الأفضل للأشخاص بس في النهاية تشكل فارق كبير لما تكون في بلدك مع أهلك وتخدمهم هذا يشكل فارق. وهذه الفترة منها إلى الكوفيد في مجمع السلمانية الطبي مثل ما تفضل طبعا أنا تدرجت في أشياء كثيرة يعني من رئاسة لجان على مستوى المستشفى أو القسم إلى رئاسة قسم الأمراض الباطنية إلى رئاسة لجنة الجودة لجنة الاعتماد في مجمع السلمانية إلى لجان وطنية إلى لجان لجنة المضادات الحيوية إلى أن رئيسة لجنة علاج مرض نقص المناعة المكتسبة إلا أنا رأست لجنة علاج السكلر لمدة أكثر من 3 سنوات وكنت مسؤولة عن تنظيم خدمات مع الفريق الطبي الراعي اللي كان موجود فأخذت أكثر من شيء أكثر له علاقة بالتخصصات اللي درستها في الولايات المتحدة الأمريكية له علاقة بالتدريب له علاقة بالعلم والبحوث لها علاقة بمكافحة العدوى اشتغلت فترة طويلة في مكافحة العدوى اشتغلت مع ما شاء الله شخصيات بارزة في تأسيس برنامج مكافحة العدوى في المستشفى وكان فترة قبل لا تنفصل مستشفى السلمانية كمستشفيات الحكومية كانت تحت مظلة الوزارة الصحة ولها علاقة بالأمراض المعدية بالمضادات الحيوية ويمكن الناس عرفوني بعد في ذيك الفترة بس مثل ما نقول بطريقة بسيطة يعني يمكن في هذه الفترة كانت عندي بحوث كثيرة حصلت على جائزة المشروع مالنا كان من حصلت على المشروع المشاريع الحكومية في 2016 من أبرز اللي هو مشروع المضاد الحيوي حصلت يعني وهذا أكبر كأكبر مثل ما نقول وسام وجائزة له وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من جلالة الملك اللي كان استلمته وهذا يمثل شيء وتغير وتحول في حياتي وهذا كله كان ما قبل الكوفيد هذا كله كان ما قبل الكوفيد فهذا الوسام من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه هذا يعطيك بعدين يعطيك مسؤولية أكثر يعطيك تطلعات أكثر يعطيك أن أنا لازم أنتج أكثر بالإضافة إلى عدد من الجوائز لها علاقة بالبحوث والتدريب و الإنتاج العلمي والتدريس الأطباء في جامعة الخليج العربي هذا كله كان موجود ما قبل الكوفيد طبعا أعتقد كانت فرصة وشرف أن أكون في هذه اللجنة يعني هذا كرس كل هذا العمل من دراستي وتعبي من نقول الابتدائية الإعدادية الثانوية جامعة الخليج العربي الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية الخبرة واللجان اللي رأستها والأقسام في مجمع السلمانية الطبي وتمثيلي يعني حتى ما قبل الكوفيد ويعني مستمر إلى الآن أنا عضوة في عدة لجان على مستوى المنطقة الخليج العربي في منظمة الصحة العالمية في أنا من يعني الأعضاء اللي يمثلون المنطقة منطقة الشرق الأوسط لعلاقة بالمضادات الحيوية لعلاقة بالبكتيريا اللي تسبب الأمراض لعلاقة بنظافة الأيدي لعلاقة بمكافحة العدوى مكافحة العدوى مع كوفيد 19 فأنا في أكثر من هذه اللجان فهذه الخبرة اللي تجمعت على هذه السنوات أتوقع هي اللي هيئتني كشخص أني ممكن أكون في اللجنة وأخدم بهذا المستوى وأقدر فعلاً أكرس يعني هذا الجهد والتعب والشهادات كلها تكون في خدمة وطني وخدمة القيادة وخدمة الناس كلها موجودين. تشكيل اللجنة طبعا طلع تشكيل اللجنة وهو قبل يعني هو من يمكن الكل يعرفنا فبراير 2020 تشكلت اللجنة وكان اسمي موجود أن أكون مع اللجنة. طبعا لما تكون في هذه اللجنة أصلا ترتيبات بدينا كل واحد كل فرد في هذه اللجنة
عنده مسؤوليات معينة. أنت مسؤول عن هذا الشيء. أنا كنت مسؤولة عن مراكز العلاج في الكوفيد 19 في البحرين، وكان لي علاقة باللي هو دخول المرضى، خروج المرضى، ترتيب. اشتغلنا مع طاقم طبي مع اللجنة الوطنية في وضع البروتوكولات العلاجية، في موضوع مكافحة العدوى. كل هالبروتوكولات اشتغلنا عليها بطريقة متواصلة. يمكن الكل يتذكر شلون كان العلم يتغير يوميا في دراسات الجيل، الأدوية تتغير. ما شاء الله كان فريق ما قدر، يعني شيء مميز مميز نفتخر به، بقيادة حكيمة، بقيادة حكيمة جدا، عندها نظرة ثاقبة للمستقبل، طبعا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك، وبالقيادة التي أنا أقول ليس لها مثيل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، لأنه كان عنده هذه النظرة من 2020 قبل وصول أول حالة إلى كم سرير راح تحتاج، كم سرير في العناية المركزة راح تحتاج البحرين، واللي احتجناهم بعد سنة ونص من الكوفيد. هذه النظرة المستقبلية اللي احنا يعني نفتخر بها في مملكة البحرين، وجود قيادة بهذه الطريقة حكيمة ترسم المستقبل حتى في ظرف جائحة بهالضخامة واللي أثرت حتى على دول كبيرة، دول متقدمة. ما شاء الله البحرين نجحت نجاح باهر، وهذا اللي خلى منظمة الصحة العالمية تخليها من ضمن أنجح القصص اللي عرضتها في التعامل مع الجائحة. الأمراض المعدية احنا كلنا يعني اللي تدربوا في مجال الامراض المعديه حتى بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه كانوا الكل يعني من الاشياء الاساسيه التدريب واعداد كل اللي نحتاجه فور اللي احنا نسميه نيكست بانديميك، الجائحه القادمه. عن شنو الجائحه القادمه؟ ما كنا نعرف شو اللي بيصير، ما نعرف، لان قانون العلم لان يعني في هذه الاسئله الناس كلها شلون يعرفون انه بيصير جائحه، هذه المتغيرات، هذه المعطيات مع العلم. الأمراض المعدية يعني الجائحة الأكبر اللي كانت الإنفلونزا اللي كانت 1918-19، بس بعدها جت أمراض جديدة ومستجدة. في علم الأمراض المعدية عندنا نوعين عادة، إميرجين شيء جديد ما شفناه من قبل مثل COVID-19، إنزين، وفي شيء إنه يكون موجود بس يرجع مرة ثانية بطريقة ثانية. يعني مثلا الجدري القرود كان موجود في مناطق معينة بس جاء بطريقة ثانية، هذا نسميه ري إميرجينج، جاء بطريقة ثانية. الكوفيد 19 جديد 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 كامل، فهذا احنا كنا نتوقع جديد، لأن المعطيات العلمية، المعطيات العلمية وهذه مثبوتة علميا، تغير تركيبة السكان في العالم، تغير الإنسان طريقة حياته، احنا صرنا أقرب إلى العيش إلى مناطق اللي فيها الحيوانات. أغلب هذه الأمراض تجي تكون أصلاً مصدرها من الحيوانات وتنتقل للإنسان وتتغير. تغير الجو، تغير المناخي، هذا يسبب يعني في أمراض قاعدة تطلع في دول ما كانت موجودة، لأن يتغير المناخ، يتغير ناقل المرض، مثلاً بعض مو موجود في دولة معينة ممكن بعد سنة تغير المناخ يجي هالبعوض وينقل هالمرض. هذه الأشياء كلها تقول إن بيجينا مرض ثاني وجائحة ثانية، وكوفيد 19 مي آخر جائحة، بتجي أكيد جائحة ثانية بس ما حد يعرف متى وشلون، ما حد يعرف. فكنا نتوقع جائحة بس لا 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 ما يعني ما في شيء يخوف. الخوف ما لي يعني، أنت لما تكون دارس الشيء بطريقة علمية تعرف إنه ما في خوف. ممكن تكون جائحة بسيطة، ممكن جائحة كبيرة، وممكن تكون سنة، وممكن تكون بعد 100 سنة، ما حد يعرف. هذا الشيء ما أعتقد إنه في أحد يعرف متى راح يصير. بس لما جت جائحة كوفيد 19 أعتقد جت بأكبر مما يتخيله الكل، يعني حتى المتخصصين ما توقعوا بهالحجم. يعني احنا ما حد يبي يرجع، لان الناس كلها تبى تنسى اللي صار في كوفيد 19. العالم توقف، الناس في بيوتها. يعني الحمد لله احنا البحرين ما كان عندنا اللوك داون اللي صار في دي. كل القرارات اللي كانت تصدر من اللجنه طبعا يتم عليه على اساس معايير محدده، عندنا ارقام نمشي بها وتحلل علميا. ارجع ان العلم مهم، تحلل علميا. يعني احنا نعرف الفيروس ده موجود او جاء مثل ما نقول متحور جديد، احنا نشوف العالم، لان المتحور يبدا في دوله معينه وبعدين ينتقل، لان احنا مثل العالم صغير وهذا جزء من انتقال الامراض. العالم صار كقريه صغيره، المرض اذا اليوم في دوله تبعد عنا حتى اليوم موجود عندك اليوم، لانه بينتقل، ما في شيء بعيد. فكنا نعرف ندرس شلون تحرك الفيروس، تغيراته، التطور اللي صار عندنا حتى احنا على مستوى البحرين في تطوير، في تحليل،
حتى معرفة تركيب الجيني للفيروس هل متحور وصل إلينا، هذا إحنا كنا موجود، هذه القدرات عندنا في مملكة البحرين. كنا ندرس المعطيات، هل زادت الحالات، كم عدد الأسر اللي نحتاجها، هل في زيادة في عدد الفحوصات، هل في أشياء تحتاج عدد حالات الموجودة في العناية المركزة، هل زادت عدد الوفيات، هل كله يحكم القرار اللي يطلع. يمكن الناس عرفت، وكان عندنا احنا فعلا يعني البحرين احنا نقولها كان عندنا درجة كبيرة من الشفافية التعامل مع المواطنين المقيمين. لما طلعت نظام الإشارة الضوئية عرفوا الناس لأن في معطيات معينة تحدد لك القرار، يعني القرار واضح في درجة معينة تقبلها الانتشار، بس في درجة أكثر تقول لا أنا ممكن أسوي واحد يعني نقطة يعني خطوة واحدة خطوتين ثلاث. بس اللي أنا أقول تميزت في مملكة البحرين إن إحنا ما سوينا إلا هو الكومبليت لوك داون الكامل، اللي الناس كلها قعدت في البيوت والعمل كله توقف، ما كان في حياة بالمرة. يعني كنا نداوم ونطلع، يعني ما في مرة إن ما حد يقدر يطلع من بيته، ولا إن بعد الليل ما حد يطلع. إحنا يمكن الدولة الوحيدة قليل من الدول اللي ما وصلت لها المرحلة، وهذه بعد نظرة طبعا حي العالم كله يعرف إن هذا اللوك داون ما كان حل أمثل، لأن هذا سبب ضغط نفسي، ضغط اجتماعي على الكثير على الكثير على الكثير. فالحمد لله يعني كانت القرارات في البحرين على مستوى رائع، والحمد لله أنتجت العلم. العلم العلم يرتبط بالناحية الإنسانية. يعني شوف بعد أرد أقول لك، يعني أنا يمكن أتكلمها من ناحية علمية، بس لما أتكلم عن جائحة مو بس مرض، يعني هذا مرض صح فيروس ونعرف ايش اللي بيسبب، شلون الاعراض، شلون نعالجه، هذا نقطه. النقطه الثانيه في مستوى جائحه مثل ما صار في كوفيد 19، التعليم مهم، الاقتصاد مهم، الطيران مهم، فهذه كلها كنا نناقش. احنا كنا نجتمع يوميا بالساعات، القرار يعني مو انه قرار يعني بسيط كان يؤخذ، لا كنا نحط كل هذه المعلومات والنتائج عندنا واللي نسويها دراسات في مملكة البحرين، الأرقام اللي نحطها كلها تدرس توضع، وبالساعات يصير فيها نقاش للوصول إلى الحل والقرار الأصح اللي يكون في مصلحة الكل. فما كان شيء سهل، بس كان شيء مدروس وعلى أساس، وأرجع أساس علمي، علمي مو بس كطب كمرض، لا مربوط بتأثيره على الاقتصاد، الحالة النفسية، الاجتماعية، التعليم، حتى القرارات الناس كانت مهتمة التعليم عن بعد متى بيرجع ليش، وناس في يعني في ناس تقول لك لا أنا أفضل أولادي في المدرسة، ناس يقول لا أنا ما أبغى أوديهم خايف عليهم. هذه الآراء كلها موجودة وكلها كانت تدرس. فالقرار كان إحنا نقول إنه يرجع المدرسة شنو الامتيازات ماله، وإنه يقعد في البيت شنو، ونقعد نقارنها ونحللها، ومن اللجنة تشكل لجان مصغرة كل واحدة تدرس شيء معين وترجع للجنة ورد الناقشة. فكان نقاش مستمر يعني يعتمد على معطيات علمية لها علاقة علمية بالطب وغير الطب. يعني حتى التدريس كنا أوكي الأفضل للطلبة أن يرجعون، لأن إحنا نشوف الطالب أو الطفل عشان نمو ماله يحتاج أن يرجع المدرسة، يحتاج يكون مع أصدقاء صديقات، يحتاج يلعبون، يحتاجون حتى السوشيال سكيلز الكلام معه فقدوا لفترة. فهذه كل هالمعطيات لها أساس علمي، لها أساس علمي نربطها مع بعض، وجهد جبار. يعني هذه اللجنة مع اللجان مع الطواقم اللي كانت تشتغل معنا، آلاف مؤلفة كانت تشتغل، يعني مو عدد بسيطة اللي كانت تشتغل لإنتاج هذا القرار اللي الناس تشوفه فعلا ولنحس إنه بيكون هو الأفضل، إنه يكون يخدم الكل وما يكون تأثيره أقل، يكون تأثير المضر أقل، يعني ما يكون في ضرر على الناس بس يكون فيهم.